كيف تحفظ القرآن، ورقة وقلم، وكل واحد يجيب ورقة وقلم، حتى الإنسان الذي الأم يعني اللي يدوبك يقرأ ويكتب أو الذي لا يقرأ ولا يكتب، هنديله برنامج بسيط جدا. تقدر تعطيني كل يوم 15 دقيقة من وقتك؟ أنا عاوز 15 دقيقة فقط، 15 أو 15 دقيقة من وقتك يوميا، وإن شاء الله هتحفظ القرآن كاملا. أنا بقول لك إيه؟ كاملا. طب معلش قبل ما أقول لك كيف تحفظ القرآن، اسمع مع القصة دي. عندنا في بلدنا في قريتنا المتواضعة قام مجموعة من الأخوات في مسجد النساء وقالوا عايزين نجمع الحريم الكبار، النساء العواجيز اللي عندها 50 سنة و60 سنة لا تقرأ ولا تكتب، نحفظهن قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يعني بعض السور لكي تصحح بها صلاته، نحفظهن الفاتحة الأول وبعدين نحفظهم المعوذات وبعد قصر السور ونحفظهم التشهد وكذا. فبدأ الحريم يأتين والأخت تقرأ، هم يردد وراء الفاتحة لحد ما حفظنا الفاتحة جيدا، وبعدين حفظنا المعوذات، وبعدين حفظنا التشهد، وبدأ يحفظنا قصار السور بالترديد أو بالترداد، وتروح في البيت تجيب شريط الحصري المصحف المعلم تضعه في المسجل والست هو يقرأ وهي تردد وراه، والآن فيه في على الكمبيوتر استوانة اسمها المصحف المعلم، تقول له كرر 9 مرات، يكرر آية 9 مرات، وانت تقول 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 وراه لحد ما تحفظها. جميل. الأخوات ما كانش لسه الكمبيوتر طلع، بدأ الأخوات يقرأوا جلسة في الأسبوع، جلسة واحدة في الأسبوع للحريم، حفظوا قصار السور وقالوا لا حفظينا كمان، حفظتهم كمان، حفظينا كمان، حفظتهم كمان، حتى ختموا جزء عام كاملا، فذقنا لذة الإيمان ولذة القرآن. حفظينا جزء تبارك، بدأوا في جزء تبارك 5 آيات ب5 آيات، 3 آيات ب3 آيات، حفظنا جزء تبارك كله، وحفظنا جزء قد سمع، وبدأنا وعملنا مسابقة وبدأ النساء يحفظوا القرآن. انت عارف الحريم الذي لا يقرأ ولا يكتب، الأولى اللي سلمناها جائزة حفظت كم جزء تتصور؟ 28 جزء من القرآن، عندها 62 سنة، لا تقرأ ولا تكتب، حفظت بالسماع عن طريق المسجل وعن طريق الأخت اللي بتصحح له حفظا جيدا، واللي بعدها 50 سنة اللي حفظت 18 جزء، واللي 15 جزء، واللي 14 جزء، و28 جزء، أمية عجوز لا تقرأ ولا تكتب. وانت يا أستاذ يا باشا يا دكتور حفظ لك كم جزء؟ ولا حفظ قصار الصور؟ مش عيب لما تبقى دكتور وأستاذ حفظ لك جزء واحد ولا جزئين؟ أنا والله أنا مكسوف لك سلف، صحيح؟ وإيه أنا بقول لك بس 15 دقيقة من ربع ساعة كل يوم، 10 دقائق كل يوم تحفظ 3 آيات، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، تعرف تحفظ دول في اليوم؟ أصلا مش صعب عليك ولا حاجة، ماشي؟ أنا أقول ده مش صعب عليك، ده 3 آيات في 10 دقائق تحفظ. إذن هنبدأ إن شاء الله، نبدأ. طب أنا هديك الطريقة، هات ورقة وقلم وهمليك الطريقة إن شاء الله، وإنت هتتصل بي تشكرني إن شاء الله بعد شهر أو شهرين لما تلاقي نفسك حفظت كده إن شاء الله. يلا اكتب ورايا، عاوز تحفظ القرآن وبسهولة، لا هتتعطل من العمل ولا من الوظيفة ولا من التجارة، أنا عاوز منك ربع ساعة كل يوم، 15 دقيقة كل يوم في أي وقت، ماشي؟ أولا إخلاص النية، يعني انت بتحفظ القرآن ليه؟ لله، عشان تدخل الجنة وتكون من أهل الله وخصته، عشان كل آية بناقة، عشان تظلك يوم القيامة، عشان البقرة والعمران يحجان عنك، عشان القرآن يشفع فيك، لله. يبقى أول حاجة إخلاص النية. الأمر الثاني الحفظ من طبعة واحدة، مش كل سورة من طبعة، لا عشان ما تتلخبطش عليك طبعات. طيب يبقى أنا عاوزك إيه؟ تحفظ من طبعة واحدة، تجيب طبعة واحدة المشهورة دلوقتي طبعة الملك فهد، طبعة المدينة المنورة، ابدأ احفظ منها. جميل. ثانيا الحفظ على يد قارئ مجيد، اي اخ بيعرف يحفظ، اي امام مسجد، اي واحد بيقول له ايه انا هقرا عليك 3 آيات، ما تنحرج ما تنحرج والله، والله ما تنحرج. زميلك في العمل قول له انا هقرا عليك، صاحبك في الشغل قول له انا هقرا عليك، اللي بيصلي معك في المسجد او امام المسجد قول له هقرا عليك 3 آيات، ما تنحرج، والله ستذوق لذة القرآن
وتقترب إلى الله عز وجل بهذا القرآن. هتقرأ 3 آيات، ما تقولش لا ده أنا معايا دكتوراه وهحفظ لوحدي، لا، القرآن لا له دخل بالدكتوراه ولا بالماجستير، القرآن له قواعد في القراءة يا أخوان، ماشي، قواعد التجويد دي لازم تاخدها على، مش صعبة ولا حاجة، ولا صعبة ولا أي حاجة، أنت إن شاء الله هتقرأ على إيد واحد جزء واحد بس، بعد كده هتنطلق وتقرأ لوحدك على الكمبيوتر. يبقى نمرة 1 الحفظ، القراءة على قارئ مجيد، وفي اسطوانة المصحف المعلم القابلة للتكرار، تجيب الاسطوانة دي وتحطها في الكمبيوتر وتبدأ تكرر وراه عشان تنطق زي ما بينطق، في بصوت الحذيفي وبصوت المنشاوي بصوت عبد الباسط بأصوات جميلة، اختر أي صوت يعجبك وابدأ رتل وراه وقلد في النطق، قلد عشان تنطق الحروف نطقا صحيحا. جميل، ماشي. رابعا الحفظ بعد الفجر. ليه أنا بقول لك الحفظ بعد الفجر؟ عشان بعد الفجر وقت جميل ومبارك، النبي عليه الصلاة والسلام دعا لمن فعل فعلا بعد الفجر أن يبارك الله له فيه، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لأمتي في بكورها. وقت البكور دي بعد الفجر 5 آيات تحفظ وتبدأ. خامسا تقليل المحفوظ. تقليل المحفوظ يعني ما تقولش هحفظ ربع كل يوم، هحفظ ربعين، لا، يبقى الشيطان اللي بيقول لك احفظ ربع وربعين عشان بعد ما تحفظ جزئين 3 تلاقي نفسك نسيت الاولاني، لا لا لا، قليل دائم خير من كثير منقطع. ماشي يا شباب؟ تمام، جميل. انا كاتب عندك تحفظ تقليل المحفوظ وتكرره 5 مرات في الصلوات، خليك تحفظ 3 آيات في اليوم. جميل، صلي بهم الضحى والصبح وسنة الصبح والظهر وسنة الظهر والعصر وسنة العصر والمغرب وسنة المغرب والعشاء وسنة العشاء، أظن مش هتنساهم بقى، ده 3 آيات. تمام، اليوم اللي بعده جيب 3 آيات تانيين برضو تحفظهم وتكررهم في الصلوات، الحفظ في 7 دقائق وهتكررهم في الصلوات مش هتخسر حاجة، وانت رايح المسجد تقراهم وانت راجع تحفظ سمحهم لنفسك، وانت رايح يبقى انت بتروح المسجد 5 مرات هتسمحهم 10 مرات، أظن ثبتوا. تمام، يوم الجمعة، يوم الجمعة هتراجع لنفسك اللي حفظته في الأسبوع، بس خلي بال انت حفظت يوم السبت، ان النهاردة الأربع هنبدأ من بكرة ان شاء الله الخميس، طيب هتحفظ يوم الخميس 3 آيات. جميل، وتصلي بهم الصلوات الخمس. يوم الجمعة هتحفظ 5 آيات، هتحفظ 3 آيات تاني، عفوا 3 آيات يوم الخميس و3 آيات يوم الجمعة، وتسمع 6 آيات مع بعض. يوم السبت تسمع 9 آيات، يوم الأحد تسمع اللي بعده، خدت بالك 12 آية، وهكذا كل يوم 3 آيات، وما تنساش الماضي تجيبه معاك وتحاول تصلي به كثيرا. بعد العشاء تصلي 2 ركعات باللي انت حافظه. ماشي، طب جرب أسبوع كده، جرب أسبوع بقى اتصل علي اديني النتيجة إن شاء الله. إن شاء الله مراجعة الماضي وتصلي بهم 2 ركعات بعد العشاء. ثامنا، إذا أنعم الله عليك بحفظ جزء كامل من كتاب الله، تتوقف أسبوعا كاملا، حفظت جزء عامة، قف، ما تحفظش جديد، أسبوع كامل كل يوم تسمع جزء عامة مرتين 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 لحد ما يثبت. تمام، اسمع كلامي كويس، الشيطان هيقول لك يا حفظت جزء عامة يلا بسرعة عشان تلحق جزء تبارك وقد سمع لا لا لا، براح على مهل، حب حب، خطوة خطوة. طب ما انت قاعد بارك 10 سنين ما حفظتش حاجة، براح معي. طيب يبقى هتظل أسبوعا كاملا تراجع الجزء ده. ماشي، إذا أكرمك الله عز وجل بحفظ جزء يبقى أنت كل يوم هتحفظ 3 آيات وتراجع ربع من الماضي، 3 آيات وربع من الماضي، 3 آيات وربع من الماضي. ماشي، جميل، خليك معايا كويس. وإذا أكرمك الله بحفظ جزئين تراجع ربعين من الماضي، 3 آيات وربعين من الماضي، وهكذا، وتصلي بهم أيضا بعد العشاء. عاشرا، ودي مهمة جدا، انت هتزعل مني بس معلش اسمع كلامي فيه، عاوز تحفظ القرآن كويس عليك بتخفيف 3 أشياء، تخفيف الطعام والكلام والمنام، خفف الطعام والكلام والمنام. جميل، ليه؟ لان انت لو خففت الطعام هتحفظ كويس وذهنك هيبقى ناقي، تخفيف الطعام والكلام والمنام، ما تكلمش كتير، المنام برضو ما تنامش كتير، ما انت لو خففت الطعام مش هتنام كتير، انما لو كلت كتير هتنام كتير. جميل، 11 الدعاء بأن يحفظك الله القرآن،
ادعو وتضرع إلى الله عز وجل بأن يحفظك الله عز وجل للقرآن، لأنك لا تستطيع أن تحفظ القرآن إلا بتوفيق الله. هتقول لي الكلام ده أنت جايبه منين؟ هقول لك الكلام ده جايبه لك وملخصه من كتاب اسمه الثمار اليانعة في الخطب الجامعة. الكتاب ده اسمه الثمار اليانعة في الخطب الجامعة للعبد الفقير. لخصت من هذه الخطبة أو من هذه المحاضرة هذه العناوين، وهي تحت عنوان واجبنا نحو القرآن الكريم، من كتاب الثمار اليانعة في الخطب الجامعة. تستطيع أن تأتي بهذا الكتاب وكتاب طبعته دار ابن رجب الحنبلي، وهي متوفر الآن في الأسواق، تستطيع أن تأتي به.